لإبراهيم عمر على الهواء مباشرة من الإمارات، وأخبار النادي الأهلي وأجواء هناك النادي الأهلي قبل مباراة النادي الأهلي غدا إن شاء الله بإذن الله أمام مونتيري. إبراهيم مساء الخير. على حضرتك وعلى كل مشاهدينا، وقبل ما ابدا كتنصيف اخبار النادي الاهلي يعني بقول مبروك للشعب المصري كله، مبروك. احنا هنا موجودين، احنا هنا في ابو ظبي مع النادي الاهلي. لو اوصف لك الفرحه امبارح اللي كان فيها كل المصريين واخواتنا الاماراتيين الموجودين هنا في ابو ظبي وفي دوله الامارات الشقيقه، الناس فرحانه فرحه غير عاديه. يعني حتى كمان انا جالي فيديوهات امبارح في التنصيف من دبي، فرحه الناس وفرحه المصريين في كل الامارات. يعني الناس فرحانه فرحه غير عاديه، رجاله وشرفونا ورفعوا راسنا وسط الناس كلها. وان شاء الله ان شاء الله يعني المجهود الكبير اللي هم بيعملوه ده كله والروح اللي بيلعبوا بيها ان شاء الله يعني هينهي البطوله بالتتويج باذن الله، وهنرفع كاس وباذن واحد احد يوم الاحد هنشوف صلاح كابتن منتخبنا ان شاء الله بيرفع كاس افريقيا. طمني يا ابراهيم على الاهلي وغياباته بكره والناس والمعسكر هناك والاقرب للمشاركه. في المعسكر هنا الدنيا هاديه جدا، كل اللعيبه كل اعضاء البعثه كابتن سيف هنا في ابو ظبي الكل مركز يا كابتن سيف، والكل يعني عامل حساب كبير جدا لماتش بكره. كلمك كوره بقى كابتن سيف، يمكن في بعض الخوف لكن في ثقه. يعني الناس هنا يعني عندها ثقه وعندها تفاؤل ان شاء الله الاهلي بكره يحقق نتيجه ايجابيه بالرغم من غياب عدد كبير جدا من اللعيبه، سواء اللعيبه المصابه او اللعيبه اللي موجوده مع منتخبنا الوطني. شفنا النهارده صحه كابتن سامي امصان النهارده في المؤتمر الصحفي، هو كان بيتكلم وبيقول احنا فريق كبير، احنا اكتر ثاني فريق شارك في كاس العالم للانديه كالنادي الاهلي. كابتن سامي النهارده حضر المؤتمر بالنيابه عن موسيماني، كان موجود هو ورامي ربيعه بالتاكيد، وكان بيتكلم عن فرص وحظوظ النادي الاهلي. قال احنا ما بنبصش لحد، يعني كمان لما اتسال عن غيابات فريق مونتري المكسيكي قال احنا بنبص لفرقتنا وبنبص للاعبين. يجي لك بقى لاصابات النادي الاهلي يا كابتن سيف وعن عمار حمدي امبارح. يمكن عمار الاصابات بتاعته يا كابتن سيف عملت شويه دربكه او عملت حيره لموسيماني وللجهاز الفني النادي الاهلي، لان امبارح عمار يعني عمار كان المفروض ان هو كان يشارك كاساسي في المباراه بجانب ديانج وبجانب افشا في نص الملعب حسب الخطه اللي بيلعب بيها موسيماني. يمكن قبل اصابه عمار حمدي يا كابتن سيف يمكن تشكيل النادي الاهلي كان كالتالي زي ما بقول لك كده بالظبط، علي لطفي في حراسه المرمى، خط الظهر لو من اليمين للشمال حسين الشحات، محمد هاني، رامي ربيعه وياسر ابراهيم وعلي معلول. رامي ربيعه هو اللي هيكون مكان حمدي فتحي اللي هو الليبرو الصائد يا كابتن سيف اللي بيضم على نص الملعب. يمكن التشكيله وكان هيكون في نص الملعب قفشه وديانج وعمار حمدي، وكان هيلعب باحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. دي كانت هتكون تشكيله النادي الاهلي، لكن اصابه عمار حمدي امبارح كابتن سيف يعني عملت دربكه كبيره جدا. انت لغايه دلوقتي انت مش عارف انت هتعوض عمار حمدي بمين. النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا ان هو بيلعب من غير مفيش مهاجم، طبعا اصابه بيرستاو قبل ما يجوا هنا للمعسكر هنا في ابو ظبي، واصابه حسام حسن يمكن امبارح شارك ربع ساعه في التمرينه والنهارده ادى بعض التدريبات التاهيليه، لكن حسام بره القائمه بتاعت الماتش يا كابتن سيف، مش هيكون موجود بكره في الماتش. فالمفضله دلوقتي انت مش عارف دلوقتي انت التشكيله بعد عمار، طب انت ممكن تغامر او ممكن تعمل بكره مفاجاه ان يكون موجود محمد مغربي لاعب النادي الاهلي، يكون موجود جنب ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، وتودي محمد هاني ناحيه اليمين وتطلع حسين الشحات قدام اللي انت تلعب بحسين الشحات واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، ولا ممكن تزود زياد طارق هو اللي يكون موجود. لسه لغايه دلوقتي موسيماني ما استقرش. يمكن المسحه كمان اللي اتعملت النهارده الكل قاعد مستني نتيجه المسحه اللي هتظهر بكره الصبح ان شاء الله، وان شاء الله يكون موسيماني يعني تطلع نتيجه سلبيه ويكون موجود على راس الجهاز الفني للنادي الاهلي بكره ان شاء الله، يقود المباراه من على الخطوط باذن واحد احد من على الدكه. لسه كابتن سيف بنشوف في بعض اللخبطه وبعض الدربكه، لكن الناس هنا متفائله في حاله كبيره جدا من التركيز. يمكن موجود مهندس خالد مرتجي كرئيس البعثه ونائب رئيس البعثه كابتن حسام غالي، وطبعا كابتن حسام غالي كالعاده كابتن سيف موجود في الملعب تلاقيه مركز كده على طول وشه على طول كده، يعني حسام كابتن حسام ما بيضحكش. موجود نائب كرئيس البعثه برضه مركز جدا، يعني
واخد باله من كل كبيره وصغيره جوه المعسكر وجوه الاوتيل وملاعب التدريب وفي كل حاجه. كابتن تيف يمكن الناس على قدم يعني الاستعدادات هنا كبيره جدا من بعثه النادي الاهلي للمباراه. جديد بالذكر برضه كابتن سيف، لو اقول لحضرتك النهارده كابتن حسن حمدي النهارده وصل ابو ظبي وحضر تمرين النادي الاهلي النهارده، كان بيأزر الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي والبعثه النهارده يا كابتن سيف. بشكرك ابراهيم، شكرا جزيلا، وهنتابع معاك ان شاء الله باذن الله في وجود النادي الاهلي هناك، وكل التوفيق للنادي الاهلي. بشكر زميلنا المتالق طبعا ابراهيم عمر من دوله الامارات على الهواء مباشره، وكل التوفيق ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي.